نظمت جمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية تسليم 45 كشكاً على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة. يأتي ذلك في إطار تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة. بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأولى الرعاية، النهاردة هنا في محافظة بني سويف في مركز أهناسيا بنسلم لأهالينا 45 مشروع كشك ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي. هنا النهاردة بنرسم فرحة، بنرسم بهجة على وجه الأسر الأولى بالرعاية. بنسلم النهاردة مشروع كشك متكامل بيوفر فرصة عمل. الكشك النهاردة هيكل الكشك فيه بضاعة، فيه ديب فريزر، إن شاء الله برضو عداد الكهرباء. مشروع متكامل بحيث إن هو يوفر فرصة عمل، يمنع احتياج الأسرة لإنها تتساعد مرة تانية. أنا استلمت كشك من جمعية الأرمال وأنا سعيدة جدا إن هم ساعدوني على حاجات كتير، ومن التحالف الوطني ساعدوني على إن أكون مصدر دخل ليا ولأولادي إن أنا أصرف عليهم. النهاردة استلمت كشك تحت رعاية التحالف الوطني من جمعية الأرمال، وإن شاء الله يكون مشروع خير عليا. وبصراحة أول ما قدمت سهلوا لنا كل الورق وكل الإمكانيات اللي تسمح لينا. استلمت كشك من جمعية الأرمان تحالف الوطني أقدر أساعد جوزي أصرف على أولادي.